اهلي اهلا بكل حضراتكم من جديد. اللي من حضراتكم بيتابعنا بشكل دائم اكيد واخد باله ان احنا زي ما بنتكلم دايما عن كره القدم بنتكلم كمان عن الرياضات الاخرى، وكلمه حق لازم تتقال. انجازات الالعاب الاخرى مستمره وبقوه على مستوى المنتخبات المصريه، كان اخرها منتخب مصر للتجديف اللي شارك في بطوله العالم لتجديف الشواطئ اللي اقيمت مؤخرا في ايطاليا وحقق مركز مميز جدا بل وتاريخي بالنسبه لمصر في رياضه التجديف او تجديف الشواطئ تحديدا. تعالوا نتعرف اكتر عن هذا الانجاز اللي اتحقق وتحديات رياضه تجديف الشواطئ يعني في بلدنا من ضيوفنا اللي منورنا، كابتن مصطفى العطار عضو اتحاد التجديف ورئيس البعثه المصريه في بطوله العالم، وكمان منورنا عمر شريف الاماطي لاعب المنتخب الوطني للتجديف والحاصل على الميداليه البرونزيه التاريخيه في بطوله العالم، ودي ميداليه تاريخيه بكل ما تحمله الكلمه بالمعنى، وعلى فكره كما جاء في تصريح وزاره الشباب والرياضه. مليون مبروك ومنورين الدنيا وصباح الفل عليكم. صباح الخير والنصر خلينا نقول. بصوا قبل ما نخش في اي تفاصيل بحب دايما اتعرف على ضيوفنا، هبدا بيك كابتن واشرح لنا اكتر عن بدايتك. ايه كنت بتمارس طبعا الرياضه دي في البدايه، وبعد كده كان في تصاعد بقى واهتمام اكتر كمان انك تكون في مركز يعني مسؤول. انا مصطفى العطار عضو مجلس اداره الاتحاد للدوره الثانيه ومشرف على اللجنه المنيه في الاتحاد، وكنت لاعب تاديف دولي وحصل على ثالث كاس عالم 2022. رائع جدا. كانت الميداليه من احدى الميداليات اللي احنا جبناهم في الفتره بتاعتنا، واحنا كنا بيسمى علينا الجيل الذهبي. كان مع الله يرحمه علي ابراهيم، طبعا ده اسطوره التاديف في مصر الله يرحمه. و يعني بعد ما اي حد بيخلص اللعبه وبيبقى محب للعبه بيفكر ان هو يفيد اللعبه ازاي، صحيح، يا جهه مسؤوله او تدريب او اداره. فانا فحبيت الشق الاداري ان انا افيد احسن واحاول افيد لعبتي، فدخلت الاتحاد المصري للتأديف، والحمد لله بنحاول ننمي على قد ما نقدر يعني بامكانياتنا ان شاء الله الحمد لله. جميل جدا. عمر برضو هنسالك نفس السؤال، نتعرف عليك اكتر، ابتديت سن كام واشمعنى التاديف ومين كان بيساعدك، مين اللي حببك اصلا في الرياضه دي تحديدا؟ هو انا عمر شريف، بدات في نادي المعادي، بدات وانا عندي 13 سنه بتاعي 12 سنه. كنا دايما بفطر في نادي المعادي واليخت اللي على النيل، ففي مره من المرات بنتمشى عادي في النادي فلقينا زي جراج كده فيه مراكب، فانا وبابايا حبينا نفهم ايه اللعبه دي وكده، فسالنا واكتشفنا ان هي تاديف وكانت موجوده زمان في النادي وبطلت، وبعد كده يعني دخلناها الحمد لله تاني النادي يعني الصدفه هي اللي عملتك بطل. ايوه. حلو ده. جميل. طيب يعني بدايه كده احنا كنا بنقول في مقدمه الفقره دي، او انا كنت بقول في مقدمه الفقره دي، ان حتى حسب تصريح وزاره الشباب والرياضه الميداليه البرونزيه اللي اتحققت هي ميداليه تاريخيه بالمعنى الحرفي للكلمه. عايزين نفسر للناس ليه هي تاريخيه. التأديف الشاطئي اللي هو البيتش سبرينت ده لسه ناشئ جديد، بقاله يعني دي ثالث بطوله عالم. كانت أول بطولة كانت في البرتغال 2021، و2022 كانت في ويلز في إنجلترا، ودي الثالثة، ودي عليها سبوت جامد جدا. لو حضرتك شفت الانترز بتاعتها الدول اللي شاركت في البطولة دي، يعني لأول مرة في بطولة عالم كوستل نوصل إن السولو اللي هو السنجل سكال الفردي القارب الفردي يبقى 32 و36 دولة مشتركة فيه. وقبل كده كان بيبقى كام؟ قبل كده 10 20 أوكي. يعني ماكسيمم 20 أوكي. فده بيبين الاهتمام، لان هي الاتحاد الدولي للتاديف بيحاول يدخل اللعبه دي. حضرتك عارف الاولمبياد بيبقى ليها كوتا من في الالعاب. طب فعندنا الالعاب بتاعتنا المراكب بتاعتنا في الاولمبياد الكلاسيك فيها عباره عن قوارب، القوارب دي ليها عدد معين من ميداليات الذهب والفضه والبرونز زي ما حضرتك عارف الاولمبياد. فاحنا عندنا تو كاتيجوري من اللعيبه اللي هو الهيفي ويت واللايت ويت. اللايت ويت في اعتقد قاربين فقط لا غير اللي موجودين، فهو التصويت في اللجنه الاولمبيه الدوليه على ان هم هنحاول نريبليس دي بحاجه ثانيه ان احنا نقلل الكوتا. فقط الموجودين بمعنى ان ما عندناش غير، فبتتكلم على مصر ولا انا بتكلم على الكوتا في الاولمبياد. اوكي.
فبداوا الاتحاد الدولي يفكر في اللعبه ان احنا ندخلها مكان المركبتين اللي هيتشالوا اللي هم اللايت ويت الدبل اللايت ويت اولاد وبنات قوارب اللي هو سنجل لايت ويت ودبل لايت ويت اولاد وبنات. اوكي. ففكر في اللعبه دي وبدات تنشا ولاقت اقبال جماهيري عالي، حتى كان في بعض الدول العظمى كانت معارضه بس لقيت ان هي فعلا مشوقه ومتعبه جدا. طبعا. متعبه جدا جدا. انت حضرتك بتتعامل بتواجه التغيرات الطبيعيه. حضرتك لو شفت الفيديوهات بتاعت البطوله الويفز عليت واتلغت اتاجلت يوم بسبب ان الويفز كان عمر برضه تاني. كانت في ايطاليا فعلا. كانت في بارليتا. بارليتا في جنوب ايطاليا. على شواطئ جنوب ايطاليا هو زي ما حضرتك شايف عندنا. الويفز حضرتك بقى بتبقى اقوى حضرتك. طب طيار. التيار والويفز والمد والجذب دي العوامل بتاعه وطبعا سرعه الهواء وتغيير سرعه الهواء واتجاهاته، فدي كانت مؤثره جدا. انجاز ليه؟ انجاز هقول لحضرتك على حاجه، احنا ما عندناش قوارب للتأديف الشاطئ. ياه عندنا النيل بس. الاتحاد المصري لا يملك قوارب للتأديف، فكنا بنعتمد على الجهود الذاتيه. نادي المعادي عنده قارب، شركه من الشركات عندها قوارب في الغردقه. يعني لا معلش نفهم، يعني احنا عندنا قوارب للنيل، عندنا قوارب للتأديف الكلاسيك التأديف العادي، لكن الشواطئ اللي احنا بننافس فيه الاتحاد المصري انا عضو فيه ما عندناش قوارب للتأديف. اول بننافس كده بناء على بنجيب مراكب من الانديه او بيبقى فيه جهود شخصيه. يعني البطولات اللي فاتت كنا بناخد من عضو مجلس اداره باشمهندس حاتم قنديل عنده قاربين. السنه دي في شركات بقينا ناجر منها او نستعير منها القوارب. ايوه ده نقص الامكانيات يعني. نقص الامكانيات اه فعلا. بس ان شاء الله ان شاء الله في السبونسر بتاعنا يعني بعد الانجاز التاريخي اللي اتحقق ده. لا هنعمل اه طبعا طبعا طبعا. انا بحب اقول لحضرتك ان احنا حقيقي يمكن عمر لمس كده، الاتحاد الدولي بدا يبص لنا بنظره ان هو احنا حضرتك عارف طبعا الامكانيات بتاعتنا، فاحنا تحت طائله الديفلوبمنت بتاعت الاتحاد الدولي. بيساعدنا. فلما لقى التطور وصل لكده، احنا السنه اللي فاتت سابع وثامن وتاسع، فجاه ربنا كرمنا السنه دي لان احنا بدانا نركز فيها بصراحه. والمعسكر اللي حصل قبل البطوله باسبوع كان اتعمل في عين السخنه برضو، كان مجهودات شخصيه من اعضاء مجلس اداره عندنا وقوارب ملك نوادي خاصه. فرق جامد وفرق جدا مع عمر لان احنا كنا متابعينه. والفرق الحقيقي هيتحقق طبعا المجهودات الشخصيه مشكورين عليها طبعاً، وكل طبعاً، اللي ساهم فيها ليه كل الشكر والتقدير. لكن للامانه ما ينفعش الوضع يستمر كده، ولا سيما في ظل تحقيق انجازات مدويه بالشكل ده. بالظبط حضرتك. ان شاء الله انا بقول لحضرتك يعني انا خدت وعود الحمد لله، وان شاء الله من الاتحاد الدولي من الراعي بتاعنا بنك. لا مش مهم بقى. ولا هو سبورت لينا جامد قوي في الفتره اللي احنا فيها دي. وطبعا الوزاره ودكتور اشرف صبحي بصراحه يعني ما فيش حاجه بنطلبها منه قبل البطولات غير لما بينفذها لنا بصراحه. يعني السفريه دي طلعت بدعم من الوزاره عشان نطلع، والحمد لله ان هي طلعت لان احنا كان عندنا برضو المعوقات ان احنا كنا هنسافر الاولمبياد بطوله البحر الابيض في اليونان، وحصل بقى تاخرات او حاجات اداريه ما سافرناش. فانا لو كنا سافرنا ببعثه كامله نتيجه برضو التاشيرات والحاجات الاداريه كان على الاقل 3 ميداليات كمان. يعني بص الكلام ده طبعا يزعلنا شويه. لا لا ان شاء الله. بس يعني البروميسز اللي انت بتقول اخدتها تدينا امل ان شاء الله في على الارض باذن الله. باذن الله هنبدا النقاش ان احنا نجيب. هو اسعارهم ايه يعني لو الموضوع يعني تقريبا السعر بيتراوح بين كام لكام؟ الفردي سولو من 10 ل 14000 يورو حسب. لا ده كتير. حضرتك لو 14000 جنيه اقول لك ماشي. انا هقول لحضرتك مفاجاه ان شاء الله ربنا وفقنا الحمد لله واحنا في البطوله. بس انا مش عاوز اخد الانجاز من البطل بصراحه لان هم لا احنا هنيجي لعمر. انا سوكي بصراحه عملوا انجاز انا ما كنتش متوقع. يمكن في الفيديوهات انا يعني بقول يعني كل اللي عليا ان انا بسهل صعوبات اداريه فقط، انما هم دول تعبوا وواجهوا. وحضرتك لو حضرتك في حاجه طبعا انا حابب اقولها ما حدش خد باله منها، ان انت لما توصل الفاينلز انت بتلعب دور الثمانيه ودور الاربعه والفاينل بي اللي هو السيمي فاينل والفاينل كلهم ورا بعض. مفيش وقت. فده تحمل قوه وسرعه الولاد بصراحه. ده كان اكبر تحدي واجهته عمر ولا كان فيه طبعاً. فكره ان انت بتلعب ناس مميزين عالميا، يعني ايه نوع التحديات اللي انت اضطريت تخوض فيها لغايه لما تحقق الانجاز التاريخي ده؟
هو اكبر تحدي ان انا لسه اتعرف على المركب اصلا. يعني انا المركب الكام مركب اللي موجودين اللي كنا بنتمرن بيهم هنا في مصر غير خالص المركب اللي هناك. ف يعني احنا يا دوبك وصلنا قبل البطوله بيومين، اتمرنا يومين واحنا اربعه على مركب، كنا بنقعد نبدل مع بعض. احنا اربع لعيبه، المفروض يكون معانا ناس بتمسك المركب عشان لما زي ما حضرتك شفت في الفيديو بتعمل سبرنت وبعد كده بتنزل المركب. فالمفروض بيبقى فيه ناس اصلا البلاد الثانيه بيكونوا هم اللي بيمسكوا المراكب وكده. احنا كنا اللعيبه يعني صحابنا واحنا كنا بنمسك لبعض المراكب وكده. ده طبعا اصلا ارهاق وفي الشمس والميه مش مفروض، بس عشان احنا قلبنا على بعض وبنحب بعض فكنا بنعملها لبعض يعني. وطبعا لما السباقات بتبتدي تتكبس ورا بعض كده بتبقى اصعب بكتير، بس يعني الحمد لله. لو المستوى كمان بتاع المنافسين بيعلى، هو كل شويه لاعب ايطاليا واحد امريكا واسبانيا كل شويه واحده واحده بتعلى. بس عمر انت جاي من عيله اصلا، يعني باباك تقريبا كان برضو بطل صح كده؟ هو لعب على كبر بس لما دخل بطوله ماسترز كسب. ده برضو بعد الصدفه اللي انتوا لقيتوه المراكب؟ احنا اكتشفناه مع بعضينا. برضو شريف هو نائب رئيس اتحاد التأديف. شريف كان بيلعب العاب قوه زمان في نادي المعادي. اوكي. كان بطل برضو في يعني عيله رياضيه. بطل الجمهوريه في العاب القوه. وشريف سبورت جامد لعمر وللرياضه عامه بصراحه، وهو ساعدنا على فكره كمان الحق يقال في الحصول على التاشيرات لايطاليا، لان حضرتك عارف احنا في وقت احنا خدنا التاشيرات في اربع ايام. هايل. ده طبعا بيبقى فيه مشكله لو طبعا سهلتش. طبعا هقول لحضرتك مفاجاه ان شاء الله، ربنا كرمني كرم الاتحاد المصري وانا كنت الريبريزنتيف ليف مع الاتحاد الدولي ان احنا هنقدم لاستضافه بطوله العالم الشاطئيه 2025 ان شاء الله. ده حتى ادنى للي المفروض مصر تعمله في الرياضه، لان احنا عندنا كل الانهار. والله هو ده اللي انا قلته. الشواطئ كمان احنا عندنا، يعني انا بكلم رئيسة لجنه الشواطئ في الاتحاد الدولي جوين، بقول لها بتقول لي طب انت هتعمل فين؟ قلت لها طب احنا السبوت كله على العالمين، بس انا هديكي الاختيارات، انا عندي الريد سي والميديترينيان سي. طب ففرحت جدا، قالت لي قلت لها عندي كل السبوتين واحنا سبورت وان شاء الله هنعمل فايل، بس تقبلي البيت بتاعنا. قالت لي ابعت بيل، وفعلا كلمت دكتور عمرو. هتجيبوا مراكب بقى وقتها؟ هنجيب صور فوتوغرافي بس هم هيلاقوا. لا 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 لا, لا. هم حضرتك عندنا هم عارفين الشواطئ بتاعتنا عامله ازاي في البحر الاحمر، وفي ناس كتير جت زارتها، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونعمل فايل محترم بدعم من الوزير ان شاء الله دكتور اشرف صبحي اللي هو بيدعمنا بصراحه في كل حاجه، ما بيتاخرش علينا لما بنطلب، بس ان احنا مزنوقين في فلوس عشان السفريه لا بصراحه بينفذها لنا، بس بنطلب زياده الدعم ان شاء الله. والراعي بتاعنا باذن الله وعدني ان احنا كده هنزيد الدعم بقى في كل الملفات ان شاء الله. لا لا بجد بجد والله حضرتك زي ما حضرتك شفت الاسعار، فعشان انت تنشئ بطوله انت محتاج طبعا هو مش سنجل بس، وفي فردي وزوجي ورباعي، فانت محتاج المراكب دي، ومش محتاج مركب واحده من كل نوع، انت محتاج مركبتين ثلاثه على الاقل عشان سبير لو حاجه حصلت في البتاع. هي العباره اشرح لحضرتك حاجه مختصره عن البطوله، دي بتبدا بتايم ترايل الاول، ازمنه ما بيبقاش في منافسه مباشره بينهم، وبعدين بيحصل فيه تاهيل للثمانيه الاولانيين يتاهلوا، وبعدين الثانيين بيعملوا اعاده للبشاج وبياخدوا منهم احسن ثمانيه ويلعبوا دور ال 16، بيبقى عباره عن لوك اوتس، يعني اللي بيكسب هو اللي زي كاس مصر كده، اللي بيكسب بيكمل او اللي بيخسر. ودي بتبقى الصعوبه. أوكي. بجد فعلا دي الصعوبه طبعا، ان هي ورا بعض. وحضرتك احنا عندنا عمر اول يوم بصراحه انا شفت روح عاليه جدا عند احنا اربع لعيبه بس، هنا السبكي بنت واحده، ما سافرناش الحظ ان احنا نطلع البنت الثانيه معانا نظرا حاجات في ديوتي وفيزا يعني. البنت دي انا شابوه فعلا، هي بتدرس في امريكا، جات لنا من امريكا 24 ساعه طيران، واستقبلتها في مطار روما وخدناها وركبنا قطر السابوديا خمس ساعات، وبعدين رحنا الفندق وتاني يوم نزلنا التمرين. حضرتك اول يوم هيتس اول يوم سباقات، هنا نزلت سولو ونزلت دبل ميكس جونيور ونزلت دبل ميكس سينيور، يعني احنا عندنا كوادر بروميسنج جدا. وعلى فكره باي ذا واي هانا جابت رابع عالم ما شاء الله السول. على عمر بقى عشان الوقت كمان بيجري، انا عايزه اعرف منك برضو عشان الناس تعرفك اكتر، انت بتدرس ايه دلوقتي؟ وبرضو البالانس اللي بتعمله ما بين ده وده بيبقى بتقدر عليه ولا لا؟ لان مش اي حد برضو بيعرف يعمل ده. هو التمرين بدري جدا قبل اي دراسه او اي قبل اي حاجه. فزمان لما كنت انا خلصت مدرسه لسه داخل الجامعه،
كنت بروح قبل المدرسه، بخلص بروح يا دوبك اكل واروح على موضوع صعب قوي جدا يعني، مسؤوليه كبيره قبل يعني. المدرسه دي معناه انه مثلا بيتمرن الساعه 5 الصبح بالظبط في الشتاء الغارس. ايوه نصحى يعني يا دوبك بنروح نسخن على الارض قبل الشمس، ويا دوبك لما الشمس تبتدي تطلع ننزل الميه، فما ينفعش كمان ننزل قبل الشمس عشان يعني الرؤيه بس. فبخلص تدرس ايه بقى يا عمر؟ انا كنت عايز يعني الحمد لله داخل اللي انا عايز ادرسه، داخل بزنس انفورماتكس في جي سي. اوكي مش هياثر على لعبك واستمراريتك؟ لا مش هياثر. ربنا يوفقك والمزيد من النجاحات ان شاء الله في السنين اللي جايه يا عمر. نورتونا وشرفتونا وان شاء الله نلتقي على خير بره كمان. نورتونا، ولو ان شاء الله البطوله دي استضفناها اكيد احنا هنهتم جدا كمان تحديدا قناه الاهلي ان احنا نكون بنغطيها، لان ده حدث اكيد يشرفنا ويسعدنا كلنا ان شاء الله. شكرا لكم جدا. نروح فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا النهارده.